مرحبا. تسرب النفط يلي صار بخليج المكسيك بعد أثاره عم بتبين على المي والإنسان والحيوان خاصة الطيور. لقوا بولاية لويزيانا الأمريكية طيور تعرضت لتسرب النفط عم بتعاني من الجفاف وكل ريشة ملوث بالنفط. أخذوهن على مراكز مختصة وعالجوهن ونظفوهن وأطلقوا سراحهن، وبالتالي نجت هالطيور من تعرض حياتهن للخطر وللموت. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومستمر معنا للأيام اللي جاية. حرارة معتدلة نهاراً على الساحل ومنخفضة بالمناطق الجبلية، أما رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة والبحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 122 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 12 و26 وفوق الجبال بين 9 و18 وبالأرز بين الدرجة والتسعة وبالبقاع بين 7 و19 وبجنوب بين 10 و18 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح تحديدا أنا وياكم منبلش مشوارنا من عكار 11 وطرابلس 23 وجبال 22 درجة، بيروت 26، ومننتقل من بعدها لصيدا 23 وصور 23، بنت جبال 18، النبطية 18، بيت الدين 21، برمنا 20، زحل 18، بعلبك 16، الأرز 9 والهرمل 21 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 45 وال 75 بالمية، حرارة سطح المي 22 درجة وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. الخميس بين 12 و26 والجمعة بين 12 و25 والسبت بين 13 و25 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الرياض 21، عمان 18 والقدس 18، ومن بعدها تونس 14، القاهرة 25، وأخيرا بنوصل لروما 14 وأتنا 20 درجة. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبار.